تدري كاتن ايش يقول؟ يقول الان لاعب بالاراك وحيد الان، كل اللاعبين يعني اوكي ما. لكن كجهوزيه بدنيه وفنيه يقدر يلعب لك ال 90 دقيقه برتم واحد لاعب واحد اللي هو بس ابراهيم بايش. ابراهيم بايش نعم، يقول برتم عالي صح بال صحيح. الدفاع والهجوم والركض والجاهزيه، طريقه اللعب الحديث قناعه كاتانيتش 100% كلاعب متكامل فقط. مو قناعه بالبقيه ما عنده لا، بس نعم. يقول كرتم لعب كرتم اداء طول وقت المباراه، اداء فعلي طول المباراه 90 دقيقه صحيح. يقدر يدافع صحيح. ويهاجم ويركض صحيح. ويقطع ويسوي بهذا الفعلي، اما البقيه بهذا المستوى وكذا يقول بمستويات متفاوته صحيح. ولهذا هو مرات بس احنا